عدة، لكن الجانب الذي كان معطي هداوة لفترة الانتقالات الصيفية هو منع الهلال من التسجيل، أن النادي الهلال كان دائما مميز في مثل هذه الفترات الصيفية بالتعاقد مع نجوم ولاعبين مميزين على مستوى العالم، لكن هذه منع الهلال من التسجيل جعلنا لا نرى هذه الصفقات المميزة من نادي الهلال، لكن الهلال استمر على نفس التوليفة الرائعة له، التوليفة تستطاع تحقيق لقب الدوري السعودي وأيضا دوري أبطال آسيا. طيب يعني حضرتك شايف ان فريق النصر هو ابرز الانديه اللي تحركت او قدمت تحركات مميزه في ضم اللاعبين، والنصر كان محتاج للاعبين دول، مع وجود بقى رودي جارسيا ومع وجود مدير فني جديد، تفتكر ازاي النصر ممكن يقدم موسم في الموسم القادم؟ يعني النصر كان الاكثر تميزا في التحرك، يعني في التعاقدات وبشكل كبير، خصوصا في التعاقد مع رودي جارسيا بشكل أساسي، يعني هذا مدرب قدير وكان له عدة نجاحات سواء مع روما في الدوري الإيطالي أو مع اليوم في الدوري الفرنسي. النصر دعم فريقه بالنواقص التي كان يعاني منها فريق في المواسم الماضية، مثل حراسة المرمى ومثل الظهير الأيسر، لكن النصر لا زال بحاجة إلى تعاقد مع لاعب في قلب الدفاع، ولا زالت بعض الأخبار أن النصر يبحث ويتداول هذا الملف وممكن أن ينهيه في الوقت القريب. النصر إذا استمر بهذه الطريقة فإنه سيكون فريق أصعب الفرق في الموسم المقبل، ومرشح بشكل كبير للوصول إلى مراحل متقدمة من مسيرة الدوري، لأن النصر يمتلك عدة امتيازات خصوصا على الجانب المحلي. النصر لديه كوادر محلية مميزة، كوادر شابة، كوادر بإمكانها أن تقدم الإضافة للنصر، مع تدعيمها بالعناصر الإجنبية ذات الخبرة العالية وذات الأداء المميز وذات التجارب الدولية المختلفة. هذا سينتج عنه توليفة رائعة، خصوصا إن أدار رودي جارسيا الفريق بشكل مميز. يعني النصر كان الأكثر تحركا وجاهزية من ناحية الاستقطابات في هذا الموسم، ولكن لا نلزم انه من الممكن ان هذه التحركات تكون بشكل ايجابي مع هيبان مع الموسم بقى. ننتظر اداء الفريق في جولات.